بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا انا بحاول ان ابسط لكم الموضوع، وكل فيديو في الفلويد ميكانكس وان له فايدة بعد كده، فركز في كل كلمة بقولها هتخلي عندك الموضوع خالي من الصعوبة. طب في البداية كده، مش الفلويد ده ممكن نعتبره ان بيتحرك في الوان دايمنشنال او التو دايمنشنال او الثري دايمنشن؟ تمام. فانا دلوقتي عندي فلو في الوان دايمنشنال، وانا المطلوب مني ان احسب الكونتينيتي ايكويشن في الوان دايمنشنال ده. طيب في الاول كده، يعني ايه وان دايمنشنال فلو؟ يعني ايه؟ يعني الفلو او السريان ده له حركة واحدة في اتجاه واحد اكس. معنى ذلك ان السرعة هيبقى لها كومبوننت واحدة، يعني السرعة لها مركبة واحدة برضو فقط في اتجاه ايه؟ اكس. تمام. طيب تعال نبص في الرسمة اللي امامنا ديت. انا عندي دلوقتي ستيدي فلو ماشي خلال ستريم ايه؟ تيوب. وانت هتلاقيك ملاحظ ان الستريم تيوب ديت عبارة عن ايه؟ عبارة عن بايب واحد مثلا، الديامتر بتاعها صغير، هتلاقي متصلة بعد كده سيريز مع بايب ايه القطر بتاعها اكبر شوية. تمام. وجينا قمنا واخدين في البايب اللي هي المتصلة مع بعضها ديت كنترول فوليوم معين، اللي هو عبارة مثلا عن الـ A B C D. تمام. وقلنا خلال فترة زمنية الفلويد ده هينتقل مسافة معينة مقدارها ايه؟ دلتا اس واحد. وبنبص لقينا الدلتا اس واحد ديت الفلويد اللي فيها، اما نقول لدلتا اس ايه؟ اتنين. والدلتا اس اتنين تلاحظ زي ما قلنا من شوية ان اصغر شوية. يعني اصغر شوية ليه؟ لان الاريا او المساحة عند دلتا اس اتنين تلاقيها ايه؟ كبيرة. وهتلاقيك ملاحظ برضو ان الدلتا اس واحد كبيرة شوية. ليه؟ لان الاريا واحد او المساحة اللي فيها دلتا اس واحد صغيرة، يبقى الدلتا اس اتنين اقل من الدلتا اس ايه؟ واحد. فهيتغير او هينتقل لكنترول فوليوم تاني اللي هو بقى ايه؟ A داش B داش C داش ايه؟ الدي داش دي. تمام. بعد كده هتلاحظ ان الكتلة اللي دخلت هتساوي الكتلة اللي خرجت. ليه؟ لأن معادلة الكونتينيتي ما هي إلا معادلة بقاء الكتلة، مثل الطاقة بالظبط. بمعنى إن الكتلة لا تفنى ولا تستحدث من العدم إيه؟ زي الطاقة. وأنا عارف إن إيه؟ إن الكتلة ديت عبارة عن الكثافة في الحجم. تمام كده. وأكيد عارفين برضو إن الحجم ده عبارة عن الأريا في الدلتا إس. كلام كويس. وبعد كده لما نقسم الطرفين على الدلتا تي، هتلاقي الدلتا اس واحد ديت اباف الدلتا تي بيو واحد او بفي واحد. تمام. والدلتا اس اتنين باي دلتا تي ده عبارة عن اليو اتنين او الفي ايه اتنين، كلها حروف بتشير للايه؟ للسرعة. يبقى بكل بساطة الكونتينيتي ايكويشن ان وان دايمنشنال، لما يكون عندي فلو ستيدي هتبقى عبارة عن رو واحد في الاريا واحد في اليو واحد بتساوي رو اتنين في الاريا اتنين في اليو ايه اتنين، زي ما واضح امامنا كده. وعاوزك تاخد بالك برضو من نقطة مهمة، ان الماس فلوريد ديت اللي هي ام ايه دوت، وديت عبارة عن الرو في الاي في اليو. تمام. رو لا كثافة في الاريا في السرعة، وبتساوي كونستانت لاي ستيدي فلو. وطبعا الرو زي ما انا قلت لك كثافة، والاريا الاي ديت اللي هي مساحة، واليو ديت اللي هي السرعة العمودية على المساحة. ركز، اليو ديت اللي هي السرعة العمودية على المساحة. طيب ولو عندي هنا السريان او اعتبرناه انكمبرسبل فلو، لا نركز بقى في النقطة دي. لو انا عندي السريان انكمبرسبل فلو، فهتلاقي ان الكثافة ثابتة.
هتلاقي ان الرو واحد بتساوي الرو ايه اتنين، فيروحوا مع بعض. ومنها نقدر ان نقول ان الكونتينيتي ايكويشن لما يكون عندي السران انكمبرسبل هيبقى عبارة عن الاريا واحد في اليو واحد بتساوي الاريا اتنين في اليو اتنين، والاريا في السرعة ديت بنسميها الفوليوم فلو ريت او الديستشارج اللي هي كيو، تمام، بتساوي الاريا في اليو بتساوي الايه الكونستانت لما يكون عندي ثابت، لما يكون عندي الفلو انكمبرسبل، تمام. واذا من الكونتينيتي ايكويشن نقدر ان نقول ان الانكمبرسبل فلو ان يو واحد على يو اتنين بتساوي الاريا اتنين على الاريا واحد. يبقى من الكونتينيتي ايكويشن زي ما انا قلت نقدر لما يكون عندي الفلو انكمبرسبل ان نقدر ان نقول ان اليو واحد على اليو اتنين بتساوي الاريا اتنين على الاريا واحد. وعلشان كده بنقول ان اي سريان ماشي في بايب كل ما المساحة بتقل، تمام، كل ما السرعة بتزيد. لما المساحة بتقل السرعة بتزيد، وهي ديت الكونتينيتي ايكويشن زي ما قلنا بكل بساطة. قبل ما اديك مثال او مسألة خليني اقول لك على اساس مهم كده الاول لازم تعرفه، اللي هو ايه؟ لو انا عندي بايب اللي هو واحد بالشكل ده وماشي فيه فلو في البايب اللي هو مكتوب على رقم واحد اللي في الصورة ده، ماشي فيه ايه؟ فلو. بعد كده بيتفرع لبايب اتنين وتلاتة، ايا كان عدد الانابيب اللي بتفرع ليها بنطبق الكونتينيتي ايكويشن ديت ازاي؟ طبعا ببساطة الماس فلو ريت اللي دخل في البايب واحد لازم يبقى هو الماس فلو ريت اللي مر في اتنين زائد تلاتة. يبقى الماس فلو ريت اللي دخل في واحد هيساوي الماس فلو ريت اللي هو في اتنين وفي تلاتة او في اي عدد الانابيب اللي متفرع عليها. معنى كده ان الماس فلو ريت واحد هيساوي الماس فلو ريت اتنين زائد الماس فلو ريت ايه تلاتة. لو جينا نفكها الماس فلو ريت ديت عبارة عن ايه؟ عبارة عن الرو في الاريا في السرعة، تمام، زي بتساوي الرو 2 في الاريا 2 في اليو 2 او في 2 كلها حروف بتشير للسرعه، حرفين يعني بيشيروا للسرعه، زائد الرو 3 في الاريا 3 في اليو 3 او الفي 3. وديت المعادله باعتبارا ان الكثافه بتتغير، تمام، ان الكثافه ايه مش ثابته. ولو كانت الكثافه عندي ثابته بمقدار ثابت مثلا، ولو يكن يعني فيه مية يعني ماشية من الأنبوبة واحد راحة لاتنين وتلاتة، أو جاسولين في واحد لاتنين وتلاتة، بيبقى عندي كده الرودية بتساوي كونستانت، وبكده نحصل على الفوليوم فلوريت أو الديستشارج بكل بساطة. وديت طبعا بنلجأ لها لما يكون عندي الفلو ايه انكمبرسبل فلو. وبكل بساطة زي ما واضح امامنا كده هتلاقي ان الايو في الايه في اليو دي طبعا احنا قلنا في اول الفيديو ان هي الايه الفوليوم فلو ريت او الديستشارج. لما نيجي نبص على المثال ده هتلاقيك ملاحظ ان يدخل الجاسولين من البايب واحد او من المقطع واحد وقال لنا فيه الفوليوم فلوريد او الديسيت، او ممكن يقول لك الديسيت شارج، قال لنا على البايب واحد الفوليوم فلوريد بنص متر ايه تكعيب بير سكند، تمام. بعد كده البايب واحد ده من عند نهايته اتفرع لبايب اتنين، تمام، والبايب اتنين ده مديك السرعة بتاعته معلومة ب 12 متر على الثانية، والقطر بتاعه برضو ايه معلوم، كلام كويس. والفرع التاني الفرع الاخر اللي هو البايب ايه تلاتة، تمام، قال لك القطر ده معلوم في مين؟ القطر بتاعه معلوم، ولكن طالب مين؟ السرعة بتاعته، كلام كويس. يعني لما نيجي نبص بقى في الداتا بتاعتنا هتلاقينا منظمها لك اهوت، البايب واحد الديستشارج بتاعته بنص، والبايب اتنين اللي معلوم فيه كتبته لك، والبايب تلاتة المطلوب السرعة بتاعته، تمام، والقطر بتاعه اللي هو معلوم كتبته لك، تمام. طبعا بعد ما انا فهمتك الاساس اللي لسه من شوية ان الماس فلو ريت
اللي داخل بيساوي الماس فلو ريت في الافرع الافرع اللي اتفرع ليها البايب واحد، تمام. يبقى بكل بساطة وصلنا ان الديسشارج او الفوليوم فلو ريت اللي هو كيو واحد بتساوي كيو اتنين زائد كيو تلاتة. الكيو الاولانية بتاعت البايب واحد بتساوي مجموع الديسشارج بتاعت الافرع اللي البايب اتفرع ايه ليها. كلام كويس. وانا عندي الكيو اتنين ديت اللي عبارة عن ايه؟ عبارة عن السرعة بتاعت البايب اتنين في الاريا بتاعته، زائد الكيو تلاتة ديت عبارة عن ايه؟ عبارة عن اليو تلاتة اللي هي السرعة التالتة او الفي تلاتة في الاريا اللي هي بتاعت البايب اللي هو التالت ده، تمام. فهتلاحظ ان الكيو واحد ده بكام؟ بنص، تمام. اليو اتنين والاريا اتنين معلوم هتوديهم الناحية التانية بإشارة مختلفة بالسالب، تمام. هيبقى لك في الطرف اليمين ده اليو تلاتة في الاريا بتاعته معلوم. وبكده بكل بساطة قدرنا نحسب اليو تلاتة بكام؟ بخمستاشر متر على الثانية. عشان تتأكد احنا قلنا ايه؟ احنا قلنا ان الديسشارج في البايب واحد او الفوليوم فلو ريت في البايب واحد لازم هيساوي قيمته بتساوي قيمة الفوليوم فلو ريت، مجموع الفوليوم فلو ريت في البايب اللي هي ايه؟ متفرعة. فلو جينا نشوف الكيو اتنين زائد الكيو تلاتة وكتبنا قيمهم هتلاقيها طالعة بنص معاك. اذا الكيو واحد فعلا بتساوي كيو اتنين زائد الكيو ايه تلاتة. وديت حل المسألة بكل سهولة وبساطة. والفيديو الجاي ان شاء الله هقول لك برضه على مسألة امتحانات، مسألة مهمة جدا.